اليوم البنات غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفة اللي غتهنيكم من الشعر الزائد في الجسم بدون ألم ونهائيا وللأبد. إذا عندك أختي التومة في الدار، أجي نعطيك واحد الوصفة اللي غترجعي تشكريني عليها وغترحملي عليها الوالدين. البلايص اللي كينوض عندك فيهم الشعر حرش ومشوك وكينوض يعني قوي ومجهد، بهاد الوصفة هذه اللي غنعطيك راه حتى شي زغبة ما غتعاود تنبت لك من جديد من بعد ما غادي تستعمليها. وصفة بديلة للليزر ومن أروع الوصفات اللي غادي تجربيهم وغتهني من الشعر يعني بصفة نهائية. غادي نبداو على بركة الله، ندوزو تشوفوا معايا الوصفة، طريقة التحضير تبعوا معايا لا فيديو خطوة بخطوة حتى التالي باش تنجح معاكم الوصفة. غادي نبداو الوصفة ديالنا يعني طريقة التحضير ديالها، وما تنسونيش واحد لايك احبابي للفيديو، كذلك ما تنسوش تخليو لي شي تعليق زوين في حالكم. ولا كنتو جداد نقول لكم مرحبا بكم، ما تنسوش الانضمام للعائلة ديالنا، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. غادي نبداو على بركة الله الوصفة ديالنا. كما كتشوفوا معايا عندنا اول مكون اللي هو الثومه، غناخدو جوج ديال الفصوص ديال الثومه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا اللي غادي نقشروهم بطبيعه الحال. ولا بغيتوا شي وصفه هبطوا التعليقات، كيف ما كنقول لكم دائما كتبوا لي الوصفه اللي بغيتوا، اي وصفه بغيتوها مرحبا على راس العين كتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نشارك معكم كاع الوصفات يعني اللي محتاجين. كنشوف التعليقات ديالكم، تنقرا التعليقات ديالكم وكنشكركم بزاف بزاف، الله يحفظكم ليا والله يخطيكم عليا. هنا كما كتشوفوا معايا غناخدو الثومه يعني جوج فصوص ديال الثوم اللي غنقطعوهم يعني في واحد غنقطعوهم وغادي غتشوفوا معايا يعني الطريقه ديال التحضير، غير يعني ركزوا معايا في الطريقه. والوصفه راها من اروع الوصفات يعني زوينه بزاف، يعني كتقضي على الشعر الزائد في الجسم، الشعر اللي ما بغيتيش يبقى ينبت لك يعني يبقى ينبت لك يعني في شي مكان راه غتهني منه بهذه الطريقه. كنقطعوا الثومه كما شفتوا معايا، غناخذوا هنا واحد الاناء اللي غنوضعوا فيه الثوم، غناخذوا كذلك الماء، غنحتاجوا الماء غير واحد الكميه ديال الماء تقريبا نص كاس ديال الماء. خدينا هنا الماء وغنوضعوا هاد الثوم يعني مع الماء على النار يطبخ لينا واحد المدة ديال 10 دقائق. وفي هاد الاثناء غنوجدوا الصابون ديال دوف، كما كتشوفوا معايا غنستعملوا الصابون ديال دوف، غناخدوا واحد الكمية غير شوية ديال الصابون ديال دوف كما غتشوفوا معايا، غادي ندوزو هكا في المبشرة اللي كتكون رقيقة بطبيعة الحال. غنحتاجو هنا واحد 4 حتى 5 المعالق كبار ديال المبشور ديال الصابون ديال دوف بهاد الشكل كما كتشوفوا معايا. غادي نستمر حتى نكمل ومن بعد غنرجع معاكم باش نكملوا الوصفة ديالنا. هنا من بعد ما وجدات لي هاديك التوم غادي نصفي ناخذ الكميه اللي غنحتاج، يعني ما كديروش داك الماء كامل غير الكميه اللي غتحتاجوا. وهاد الوصفه غير باش نقول لكم ما كتجيش فيها ريحه الثومه نهائيا، يعني ما كتكونش فيها ريحه الثومه كاع بالمره. غناخذوا هاد الكميه هادي ديال الصابون كما كتشوفوا معايا وغنضيفوه على هذاك الماء وهو يعني سخون بهاد الطريقه. غنضيفو الكمية كاملة، صافي، وغنخلطو مزيان باش داك الصابون يذوب معانا. من بعد ما تنخليو هاد الصابون غير واحد 5 دقائق هكا 4 دقائق غير باش كيطلق يدوب لينا، ومن بعد غادي نضيفو عليه النشا اولا دقيق الذرة. غنضيفو
نضيف ملعقة كبيرة ونخلط مزيان المكونات. كنحركو مزيان ومحد نحنا كنحركو داك الصابون تيدوب معانا. من بعد ما ولا الخليط بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، من بعد غادي نضيفو الخل ديال التفاح، كنضيفو تقريبا واحد الملعقة كبيرة. إلا ما عندكمش ممكن تعوضوه بخل عادي. الخل كيأخر لنا من نمو الشعر، يعني مزيان بزاف هاد الوصفة هادي. كنخلطو مزيان كما كتشوفو معايا، الخليط كيولي بحال هكا، يعني كيدوب لينا داك الصابون مع باقي المكونات. وهذه الوصفه ديالنا كما كتشوفوا معايا. اول حاجه ركزوا معايا باش غديروا هذه الوصفه، هذه غير ركزوا معايا. اول حاجه يعني ما غتستعملوش الشفرات ديال الحلاقه، يعني غتستعملوا لاسيغ او لا تستعملوا، المهم غتستعملوا شي حاجه اللي تقلع عليكم الزغبه من الجدر، يعني ماشي غديروا هاد الموس ديال الحلاقه ولا شفرات ديال الحلاقه، ما تستعملوهمش نهائيا لانهم تيحيدوا الزغبه غير من الفوق كما كتعرفوا. من بعد ما يعني كتحيدوا الشعر الزائد من الجذور، غادي تاخذوا هاد الوصفه وغادي تطبقوها بهاد الشكل هذا بحركات دائريه. غادي تطبقوها على المكان اللي غتحيدو منه الشعر كما كتشوفوا معايا. حركات دائرية وانتوما كديروا هاد الحركات الدائرية، وغتخليو هاد الوصفة 10 دقائق على داك المكان، ومن بعد تتغسلو بالماء دافي. هاد الوصفة هادي يعني كتأخر لك من نمو الشعر، ما كيبقاش ينوض داك الشعر مجهد وحرش، وكتعطلو ما كيبقاش ينوض، يعني في ديك يومين 3 ايام 4 ايام ما كيبقاش ينوض. ومرة على مرة وانتم كتستعملوها وهي كتأخر لكم من نمو الشعر، كتخفوا يعني كيخفاف، ما كيبقاش ينوض بدك الجهد اللي كان كينوض من قبل، ما كيبقاش ينوض ديك الكثافة، يعني كيقلال حتى ما كيبقاش ينوض. يعني كتبقاو كتستعملوها الطريقة هذه دائما تستعملوها، وهاد الوصفة غتستعملوها من مور ما غتحيدوا الشعر من الجذور، غتستعملوها 3 ايام يوم ورا يوم 3 ايام، وهكذا حتى ما كيبقاش الشعر ينوض. من بعد ما كتغسلو كدهنو بشي زيت ولا شي كريم مرطب، وهذه هي الوصفة ديالنا، وفي امان الله.